هلا، أنا ثاور من قناة ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بسلسلة مطلوبة جدا ولكن تأخرت كثير، وهي سلسلة أفلام السجون. حرفيا آخر جزء منها كان قبل سنة. تخيلوا معي، كان قبل سنة. هذا يدل على أنها فخمة جدا ولكن صعب إيجادها، عليها طلب كبير ولكن صعب إيجاد أفلام السجون اللي تكون ممتعة. في أفلام سجون كثيرة ولكن اللي تكون ممتعة صعب إيجادها، ولكن طلعت بعشر أفلام سجون رهيبة رتبتها لكم من جيد جدا إلى ممتاز، وكل فيلم بهذه القائمة يقول أنا الأفضل. وأيضا تنبيه بسيط، الانتساب في قناتي موجود وبأسعار رمزية جدا، الزر موجود بالضبط جنب الاشتراك. الأسعار مثل ما أنتم شايفين رمزية جدا، الانتساب لهذه القناة أكثر شيء مميز تقدمه لي. إذا عندكم أي فيلم أو أي مسلسل تحسون أنه مظلوم اكتبوه تحت بالتعليقات، هذا الأمر جدا راح يفيد القناة بشكل ما تتصورونه. It was supposed to be the most secure prison in Europe. It wasn't supposed to have a floor. كل الأفلام مظلومة في هذه القائمة، وهذا الفيلم ضمنها. حرفيا أثناء مشاهدتي لهذا الفيلم كنت معقولة أنه ما اشتهر. يتكلم عن قصة حقيقية فيها الجريمة والإثارة والغموض. لاري شخص يحاول الهروب من السجن، ولكن الصدمة في 38 سجين يحاولون الهروب أيضا. فترى ما هو السر ولماذا لا يريدون قضاء المدة المحددة؟ فيلم فيه أسرار أكثر ويستاهل المشاهدة. I want to show you something. You see that banquet over there? I can get in and out in 3 minutes. And do what? Rob it. قصة حقيقية وتم تطبيقها بهذا الفيلم بشكل جيد. روبرت شخص عادي يبي يعيش حياة سعيدة ويكمل طريقه بعد هروبه من سجن قريب من كندا. يكتشف ثغرة في البنوك في كندا جعلته شخص لا يقهى، ولكن الصدمة ما راح تتوقف هنا. تبدأ قصتنا أول ما يتعاون مع شخص آخر خطير جدا. فيلم جميل، استمتعت بمشاهدته وقلت لازم يكون هنا. فيلم مظلوم ويستحق المشاهدة، حرفيا متأكد ولا واحد منكم يعرفه، ويكفي انه من ابداع فان دام، وهذا الفيلم من افلامه المظلومة. القصة تبدأ مع انه قتل مجرم اللي قتل زوجته، بسبب هذا الامر يجد نفسه في اخطر السجون. بتقول لي ثامر الحماس يتوقف هنا؟ بقول لكم مستحيل. رئيس السجن يقوم بتنظيم قتالات بين السجناء حتى يستمتع، ومن هنا ننطلق في رحلة مليانة بالتشويق والاثارة. Those girls have absolutely no chance of getting out of there, guilty or not. They're guilty. They're gonna die if we don't do something. الفيلم اللي يعتبر مظلوم من حماس وغموض وإثارة لا مثيلة لها، حرفيا أعجبني ويستاهل مشاهدته وعطائه فرصة اليوم. شوفوا، تخيلوا معي إن في فتاتين أمريكيتين في رحلة سياحية في تايلاند، وخلال هذه السفرة يجدون نفسهم في السجن، وكل هذا بسبب تلفيق تهمة تهريب مخدرات، الأمر اللي راح يجعلهم يتمنون إنهم ما فكروا يسافرون. فيلم كوري رهيب ومظلوم، فيه الأكشن والجريمة، ممتع ويستاهل فرصة. جميل من إخراج وتمثيل ممتاز. جاي هو يحاول أن يكون الأقوى في منظمته الإجرامية، ولكن ما كان يثق بأي شخص من حوله إلا صديقه هيون، واللي كان بعد هجوم مفاجئ. ولكن حماس يبدأ أول ما يجدون نفسهم في مواجهة عصابة خطيرة للغاية. Ruth, phone call. Hello? Hello? You're gonna pay for what you did. فيلم رهيب يستحق المشاهدة. أحداث هذا الفيلم تبدأ بعد خروج الإمرأة روث من السجن بسبب جريمة عنف ارتكبتها في الماضي. تقول لي الحماس يتوقف هنا؟ بقول لكم لا، روث تحاول الرجوع إلى وضعها الطبيعي ولكن ما تعرف كيف. تحاول العثور على شقيقتها اللي اضطرت للتخلي عنها منذ سنوات بعيدة، ولكن حماس والقصة الرهيبة مستحيل تتوقف هنا. Aí dentro você vai precisar muito mais do que eu.
فيلم سجون برازيلي. سلبياته: الأحداث ما كانت كثيرة في البداية، ولكن الأسرار والجريمة أشياء كانت موجودة في هذا الفيلم. فيلم يتكلم عن أخطر السجون في البرازيل، وفوق كذا الحراس اللي ما يرحمون أحد، وحروب العصابات اللي داخل هذا السجن الخطير. فيلم شاهده أول 30 دقيقة، إذا ما عجبكم في 9 أفلام ثانية. حالات هذه القائمة فيها تنويع رهيب من كل الدول، وهذا الفيلم فرنسي ويستاهل فرصة. حرفيا خلاني أخطط في المستقبل أني أتكلم عن الأفلام الفرنسية. الحماس والجريمة أشياء خلتها ممتع للغاية. باختصار راح أقول لكم القصة: في مدرس يتم سجن زوجته ظلما وما يدري ما هو السبب، ولكن الحماس يبدأ أول ما يقرر عمل خطة لمحاولة تهريبها من السجن. بس تصاعد الأحداث والتوتر صدقوني صعب يتوقف هنا. No. I can help you, but then I'm gonna need your help on the outside. To do what? أحيانا في بعض الأفلام بسبب موسيقتها أو أغنيتها اللي في النهاية، أو حتى في مشهد في نهاية الفيلم يقول لك فكرة أنك تنساني صعب جدا، وهذا الشعور اللي جاني. فيلم رهيب يستاهل يكون هنا وبجدارة، حرفيا لو أبي أمدح فيه ما راح نخلص. جميل من أكشن وجريمة وإثارة. راح نشوف جي آر اللي عمره بس 19 سنة في مواجهة مخيفة ومرعبة في السجن. صدمة أول ما يجد نفسه في مواجهة مع سجين خطير واللي يطلب منه مساعدته لمحاولة الهروب من السجن، ولكن الحماس مستحيل يتوقف هنا. فيلم رهيب، ومع نهايته راح تعرفون ان فيلم صعب يتكرر. You think if a man sincerely repents on what he done wrong, that he might get to go back to the time that was happiest for him and live there forever. Would that be what heaven's like? I just about believe that very thing. يمكن شاهدتوا بوستر حق هذا الفيلم وقلتوا خليه يوم ثاني. لو فعلتوا هذا الأمر حرفيا سويتوا أمر خاطئ. ولكن ثامر، مين الفيلم اللي تقول عليه فيلم عظيم؟ هذا الفيلم The Green Mile تحفة، وربي لو أبي أتكلم عن جماليته ما راح أخلص. وغير كذا شارك فيه المبدع توم هان. شوفوا، بول حارس لزنزانة المساجين المحكوم عليهم بالإعدام. بول شخص معروف عنه أنه يقدر يتحكم بأعصابه في كل وقت، ولكن حماس يبدأ أول ما يصل كوفي إلى السجن وهو محكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل طفلين. ولكن يبقى السؤال: ما سر هذا الإنسان وما سر قصته الحزينة وقصة جريمته؟ فيلم فيه أسرار أكثر خلت من الظلم إذا ما أعطيته فرصة. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والنشر.